من رحم المعارك والصراع المستمر في ليبيا تولد الحياة لشباب اختاروا طريقا غير الاقتتال المسلح. فها هي رياضة الملاكمة تعود من جديد إلى ربوع ليبيا، وهي التي فيها حرم ومنع الشباب من ممارستها بقرارة فوقية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي بحجة أنها رياضة عنيفة. الملاكمة كانت ملغية أكثر من 3 عقود من الزمن، 34 سنة كانت ملغية بصفة أنها رياضة عنف هي والمصارعة. وبفضل الله سبحانه وتعالى أولا وبفضل ثورة 17 فبراير تم إعادة هذه اللعبة من جديد. بعد العودة ها هي الأنشطة تنتشر وشباب يلتحق ويعانق الحلب موجها ضربة موجعة لمن تساور له نفسه قحام الشباب الليبي في الاقتتال المسلح بين الإخوة الفرقاء، لأن هذه الرياضة فن نبيل. طبعا الملاكمة رياضة الفن النبيل، رياضة الملوك معروفة، يعني فيها التكنيك والتقنية والفن والسرعة والأداء والتقنية وكل حاجة فيها. الرياضة إذن متنافس للشباب الليبي، وإن اختلفت تقديرات العنف فيها فإنها على الأقل تضمن بألا استخدام للرصاص والقتل، وبأن الرسالة أعظم وأكبر. أنا محمد الكلاي، طبعا بالنسبة لي أنا هو أولا كمسلم وكرياضي عالمي ومعروف ومشهور وجميع مدرسة عالمية في اسم محمد الكلاي، وما فيش يعني بالنسبة لي أنا مر ملاكم على مستوى العالم في محمد الكلاي. رياضة الفن النبيل كما تسمى في المحافل الدولية لم تكن كذلك في ليبيا لعقود، لكنها بدأت تنبض بالحياة من جديد.